تركيا في دقيقة. وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فرانك يؤكد أن الطلب على الاستثمار زاد بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى إصدار 8396 شهادة تحفيزية لاستثمار 159 مليار ليرة تركية. رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل ديمير يؤكد أن القنبلة اليدوية ABK المصنعة بقدرات محلية دخلت الخدمة في صفوف القوات المسلحة. الرئيس رجب طيب أردوغان يعد بترميم مسجد وانكوي التاريخي في مدينة إسطنبول إثر تعرضه لحريق مفاجئ أمس. يلو هيلز، فرصة استثمار عقاري مميزة. وزارة الصحة التركية تؤكد تسجيل ما يزيد عن 3200 إصابة جديدة بكورونا و89 وفاة في آخر 24 ساعة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تهطل الثلوج في عدة ولايات تركية خلال ساعات المساء الأولى من هذا اليوم، وتشمل كل من جيريسون وترابزون وريزا والمقاطعات الشرقية من أوردو. تركيا في دقيقة.